بقول لك ايه، عايزين نراجع على كل حاجة تاني قبل ما نسافر. خدنا الباسبورتات وخدنا التذاكر وطبعا خدنا الهدوم، وادي التابلت اهو عشان ما ننساش. لا اعتقد خدنا كل حاجه معانا. استنى هدخل الحمام قبل ما نسافر علشان مش بحب حمام الطيارة. انت عارف ان البلد اللي احنا رايحينها ما فيهاش اتفاق؟ ايه ده، صحيح نسينا ناخد بريو معانا. لو مسافر بره في اي بلد وشايل هم دخول الحمام، الكلام ده كان زمان. دلوقتي مع بريو مش هتشيل هم الموضوع ده. بريو شنطة متنقلة، وزنها خفيف وحجمها صغير، تقدر تاخدها معاك أي مكان، وكمان طريقة تركيبها بسيطة ومش هتاخد منك وقت. كل اللي عليك إنك تقرأ تعليمات التركيب اللي على ظهر العلبة. بريو رقم واحد في الليست.